رغم مرور 433 عاما على وفاته، ما يزال المعماري الشهير سينان باشا خالدا في أذهان جميع الأتراك وغيرهم بأثاره المعمارية الفريدة التي تركت بصمتها في تاريخ فن العمارة وعبقريته التي تخطت حدود عصره. ولد المعمار سينان في قرية أغرناص بولاية قيصر وسط تركيا عام 1490، وبعد أن أصبح شابا التحق بحملة السلطان ياو السليم إلى مصر وتعرف فيها على البيئة المعمارية، وشهد الآثار البقية منذ عهد الدولة السلجوقية وآثار الصفويين، واكتسب خبرة كبيرة في مجال العلاقة بين طبيعة المدينة والمعمار. نجح سينان وبتكليف من لطف باشا في تشييد جسر على نهر بروت خلال 13 يوما فقط، فحاز على إعجاب وتقدير وثقة السلطان سليمان القانوني الذي منحه منصب كبير المعماريين، لينفصل المعماري سينان عن الجيش ويسخر حياته لفن العمارة. استمر المعمار سينان في وظيفة كبير المعماريين لمدة 49 عاما في عهد كل من السلطان سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث. توفي المعمار سينان عام 1588 مخلفا وراءه 365 أثرا معماريا تمثلت في 92 جامعا كبيرا و52 مسجدا صغيرا و55 مدرسة عثمانية وثلاث مستشفيات وست ممرات مائية، بالإضافة إلى 10 جسور و36 قصرا. ولعل من أهم أعماله جامع السليمانية بإسطنبول عام 1557، والذي تعرض لعدة هزات أرضية شديدة إلا أنه لم يتضرر.